اجتمعت المرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس بممثلين للأمريكيين من أصول عربية وإسلامية في مدينة فالنت بولاية ميشيغان. وقال مسؤول في حملة هاريس أنها عبرت خلال الاجتماع عن قلقها إزاء حجم المعاناة في غزة والخسائر في صفوف المدنيين والنزوح في لبنان، وأضاف أنها ناقشت كذلك الجهود المبذولة لإنهاء الحرب والحيلولة دون نشوب حرب أوسع نطاقا بالمنطقة. يعد هذا الاجتماع واحدا من عدة محاولات في الأيام القليلة الماضية لإصلاح العلاقات مع الناخبين المسلمين والعرب الذين دعموا بشكل كبير الرئيس جو بايدن في عام 2020 عندما كان المرشح الديمقراطي، لكنهم قد يمتنعون عن التصويت لهاريس ما يجعلها تخسر ولاية ميشيغان وتعد ولاية مهمة.